حشرات غريبة فتاكة تهدد حياة البشر، أجواء القلق وشبح الإنقلاب أمام عدة دول عربية، أخطر ما تتوقعه ليلى عبد اللطيف، حروب ومجاعات تهدد العالم في 2022. حضراتكم معانا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. النهاردة معانا حلقة قوية ومدوية جدا من أخطر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف وآخر توقعاتها للدول العربية وأيضا للعالم. بفكرك سريعا اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو أنت جديد معانا ياريت تشرفنا دلوقتي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. سوف تشهد بعض دول العالم انتشار أنواع غريبة من الحشرات التي نعرفها جيدا مثل النمل والناموس، بالإضافة إلى ظهور حشرة تشبه النحلة إلى حد كبير وبشكل ملحوظ لم نراه من قبل. وهذه الحشرات سوف تغزو عدة دول عربية وأجنبية ابتداء من الهند وباكستان وأفريقيا وأفغانستان، مع عدة دول أخرى والصين كمان للأسف. وسوف تؤثر هذه الحشرات السامة بشكل خاص على أكثر المخلوقات من الحيوانات المفترسة والشرسة، وهذه الحيوانات ستهدد بعض دول العالم وتشكل خطرا كبيرا على شعوب هذه الدول. وسوف يتبين للعالم أن هذه المخلوقات الحيوانية الشرسة مصابة بفيروس قاتل وغريب يجعل منها حيوانات خطيرة وهجومية ومتعطشة للأسف للدم. وسوف تهاجم هذه الحيوانات بعض المناطق القريبة من الغابات وتشكل تهديدا للبشر. وأرى أن السيطرة على هذه الظاهرة من الحشرات الغريبة والمخلوقات المفترسة سوف تشغل العالم لفترة، ولن يتم القضاء عليها بسهولة أو خلال وقت قصير، مما سوف يستدعي تدخلا دوليا حازما للقضاء عليها وبشكل يخفف القلق والخطر بين شعوب هذه الدول المقبلة. أرى أن الخوف الكبير من اندلاع حرب أهلية في أحد الدول هو في الحقيقة خوف واقع لا محالة، وهو يحمل معه قلق كبير وخطير على عدة دول وليس على دولة واحدة فقط. وأرى أن الخطر من هذه الحرب الأهلية تهدد دول قارة أفريقيا للأسف، وهنا سيكون الخوف على السودان وأثيوبيا، ولأن العالم اليوم يغلي ما بين الحروب والأزمات القائمة والأخطار القادمة، فإن خطر الحرب الأهلية سيهدد أيضا بعض دول قارة آسيا. وللأسف الشديد سنرى ظاهرة انتشار مخيفة للسلاح في أيدي الكبار والصغار في هذه الدول، حتى أنني أرى أن بعض هذه الدول ستقوم بإجبار وتجنيد القاصرين على حمل السلاح، والمشهد مؤثر وخطير على الأطفال. ومن الدولة التي ستنطلق منها شرارة الحرب الأهلية ستبدأ المعاناة، وسنرى المجاعة تهدد أكثر من دولة، وخصوصا مع بداية بروز نقص المياه والجفاف والمحاصيل الزراعية ستواجه الخطر الكبير مع اندلاع هذه الحرب، مما سيجعل أغلب دول العالم تدق ناقوس الخطر وتدخل للسيطرة على هذه الحروب الأهلية وبكل وسائل الممكنة حتى الوسائل العسكرية. لأنه أرى أن الأضواء الإعلامية ومعها أنظار العالم سوف يتجهان خلال المرحلة القادمة إلى فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية بسبب اشتعال الشارع الأوروبي في عدة مظاهرات واحتجاجات غاضبة وتحمل مشاهد الفوضى والشغب والحرائق والسرقات، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار الجنوني للمواد الغذائية والغاز والبنزين وعدم توفرها بشكل كافي إلى هذه الشعوب. وسوف تشكل هذه الاحتجاجات الغاضبة تهديدا ومباشرا على بعض المراكز والمؤسسات الحكومية في هذه الدول الأوروبية. وللأسف الشديد أرى أن اقتصاد هذه الدول سيتجه إلى المزيد من التدهور والانهيار، وبعض الشركات العملاقة تعلن عن إفلاسها أو إكفال أبوابها، مما سيجعل هذه الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وإيطاليا وبريطانيا تعيش حالة غير مسبوقة من التقشف والتأنين والبطالة. كما أرى أن أجواء الحروب القادمة تدق أبواب بعض هذه الدول في قارة أوروبا لا محالة للأسف. هلأ أيم توقيف التوقيت عند
أرى أن سيناريو الانقلاب الذي حصل في سريلانكا سوف يتكرر ويطال عدة دول وخاصة دول إفريقية وأسيوية، وأرى أن نيجيريا والهند وباكستان وكازاخستان هي من أكثر الدول التي سيحوم حولها وفي أجوائها خطر تكرار سيناريو سريلانكا، وهذه الدول سوف تشكل الحدث الأبرز خلال المرحلة القادمة. كما أرى أن أجواء هذا التهديد سوف يحوم فوق سماء دولة عربية لا أريد ذكر اسمها، وللأسف ربما في سماء أكثر من دولة عربية. وهنا أرى أن تكرار سيناريو سريلانكا سوف ينجح في بعض الدول ولكنه سوف يفشل ويسقط في دول أخرى، وفي الحالتين ستكون النتائج واحدة وهي حصول تغيير كبير في هذه الدول سواء في النظام أو الأشخاص. متابعين الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة الخطيرة جدا من آخر ما توقعته سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف وتوقعاتها الخطيرة للدول العربية وأيضا للعالم. شكرا لحضراتكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة. هنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.